كنا كنقولوا 27 فتح الحدود ونعرف أنه حتى فرنسا ربما شريك الاقتصادي الأول لتونس، واللي نعرفه الفرنسيس معناها يجيو لتونس، وعنا جاليا توينسا برشا في فرنسا باش يجيو لتونس. نحكيو اليوم على 27 ساعة المؤسسات السياحية، فنادق ونزل وغيرها، كيفاش تفاعلت ومحلولة بكلها اليوم كلها منخرطة في هذا سيد الوزير؟ عديد، احنا وقت اللي علمناهم بالبروتوكول طلبنا منهم أي إنسان مش حب يخدم خاطر البروتوكول يجب احترامه لأنه يعني أوبليغاتوار. دونك كل واحد يقرر أنه مش يفتح النزل متاعه حسب ولا المؤسسة متاعه مطعم ولا وكالة تصوير غيره حسب البروتوكول هذا كيزمو يوقع في التزام وراه نلتزم. وإحنا عنا في الوزارة معنا قاعدين نتلقاو كل يوم جملة مؤسسات اللي هي أعربت عن رغبتها باش تنخرط وباش تطبق البروتوكول. أعلننا على تاريخ الفتح نتاع 27 جوان لكن هذاك يهم الدولة التونسية بالضبط قرار سيادي، لكن يلزمك تستنى تو الدول الأخرى مثلا فرنسا الرئيس الفرنسي أعلن على تاريخ 1 جويلية ولا قال باش نفتحوا لخارج أوروبا وتو باش تبدأ الدول وفيرا مزير تبدأ تعلن. لكن الدول اللي باش تعلن يلزمها تفهم البروتوكول مش اللي كنا نوريه فيه نتاع الاستقبال السياح، لا البروتوكول فيما يخص كيفاش يجم يجي السائح كيفاش اللي هو يرسلنا مباشرة يلفا نو رونفوي لحكاية تيست ايوا البي سي ار هذا فوالا اللي هو تونس الخيار اللي مشات فيه الحكومة التونسية إلى اليوم، لأنه فما ديما نقطة ما تتذكرش أنه راهو الخيار هذاك تم نهار الجمعة اللي فاتت وقت خرج الكومينيكي وقلنا اللي هو ايفوليوتيف نهار 22 جوان معناها مش يوقع مراجعته ولا تقييمه في 22 جوان. علاش؟ لأنه احنا حطينا البروتوكول حسب الوضعية متاع البانديمي في تونس ولكن قاعدين نشوفوا زاد الأسواق الأخرى كيفاش تتصرف فيها زاد كيفاش تتم كسوسوا المنافسين لتونس كوجهة سياحية كسوسوا البلدان اللي فيهم المرشيات اللي احنا نحبوا نجيبوا منهم لأنه مش الحالة الوبائية ما هيش كيف كيف بختو تاكوردو. هكا علاش السيد رئيس الحكومة أصر أنه نهار 22 جوان يقع التقييم. لكن أنا كنت في توا في مجلس وزاري الحاجة الباهية أنه في كو فما برشا دول تحركت في النهارين هذوما من نهار الجمعة لليوم فما برشا دول تحركت يعني كسوة اتصلت بتونس طالبة أنها تحب معناها تفتح وتجيب بلدانها خاصة معناها فما سفراء فما كسوة متاعنا ولا سفراء هنا اتصلوا بالسيد وزير الخارجية ويشوفوا ويحبوا يفتحوا معناها قنوات مباشرة. دونك الشيء هذا يخلينا نوليو يمكن نقدموا في إعادة تقييم البروتوكول متاعنا.